السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ الأصدقاء. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم كيفية تحضير باري بريست بكريمة الموسلين براليني بعجينة الشو ناجحة 100%. غادي نبدأ بتحضير كريم باتيسيير اللي هي الكريمة الأساسية. 200 غرام زبدة، 500 غرام حليب، 125 غرام سكر ثقيل، 40 غرام مسحوق الكريمة، 4 من أصفر البيض، و 200 غرام براليني. كالعادة في كاسرول وفوق نار متوسطة كنصبوا الحليب، كنضيفوا عليه نصف كمية ديال السكر، أما الباقي من السكر كنضيفوه على أصفر البيض، كنخلطوه مزيان حتى كيبدأ يبدأ لينا السكر كيدوب. كنضيفوا مسحوق الكريمة، وإلا ما عندناش كنديرو في بلاصتو النشا وكنزيدو نكهة الفانيلا، لأن من المعروف بأن الكريمة مسحوق الكريمة كيعطينا اللون وكيعطينا كذلك البنة. كنمزجو المكونات كلها، من بعد ما كيبدأ يغلى لينا الحليب كما كتشوفوا كنضيفو كمية قليلة على الخليط ديال البيض، كنطلقوه، ومن بعد كنضيفو الباقي وكنبداو نخلطو. كنرجعو الخليط فوق النار وما تكونش مجهدة باش ما كيتحرقش لينا، كنبقاو نحركو بدون توقف حتى كيبدا يتقال. بمجرد ما كيبداو يبانو لينا دوك الفقاعات غادي نحركو مازال واحد دقيقة، من بعد عاد كنزولوه من فوق النار. وما حدو سخون كنضيفو نصف الكمية ديال الزبدة، اما الباقي اللي بقى لينا راه هنايا غادي نرجعوه بوماط باش كنمزجوه مع البراليني. كندخلو الزبده مزيان في الخليط، كنحصلو على كريم باتيسيير، كنصبوها في صحن وكنغلفوها بفيلم بلاستيكي على السطح وكنوضعوها في الثلاجة حتى كتبرد. والان غادي نوجدو عجينه الشو. عندنا 5 البيضات، 250 غرام ماء، 150 غرام دقيق، 5 غرام سكر، 5 غرام ملح، 100 غرام زبدة. كنصبوا الماء في كاسرول، كنضيفوا السكر، الملح، ثم الزبدة. مجرد ما كتذوب لينا الزبدة كنضيفوا الدقيق في مرة واحدة وكنبداو نخلطوا مزيان كما كتشوفوا معايا. كما قلت لكم في الفيديو السابق راني وجدت لاباطاش وعجين الشو بالعجان الكهربائي، وهنا غادي نوجدوها باليد. الفرق هو اننا كنكسبوا الوقت ملي كنوجدوها بالعجان الكهربائي، وكذلك ما كنبدلوش مجهود، من النتيجة كتبقى واحدة. المهم كنبقاو نخلطوا هنا العجين كيما كتشوفوا حتى كتبدا تنشف، يعني ما كتبقاش تلصق لينا في القاع ديال الكاسرول. كنزولوها وكنوضعوها في صحن وكنخليوها تبرد. كنبداو نضيفو بيضه بيضه بهذه الطريقه، يعني كندخلو البيضه الاولى في العجين كنبداو نخدمو، وعاد كنبداو نضيفو البيضه التاليه، وبنفس الطريقه ما حدنا كنزيدو البيض وكنلاحظو بان العجينه كيترخى، حاجه طبيعيه. كنوصلوا للبيضه الخامسه والاخيره، كنضربوها حتى كنشوفوا الكميه اللي غادي نحتاجوا ليها، لان كاين الدقيق اللي كيشرب اكثر من الاخر، وكاين الكاليبر ديال البيض، كاين اللي كيكون كبير، كاين اللي كيكون مويان، كاين اللي كيكون صغير، على حساب. المهم حتى كنشوفوا العجين ديالنا كيفاش، عاد كنزيدوا شويه بشويه حتى كنوصلوا للعجين اللي هو ناجح واللي هو مطلوب. هنا كنلاحظ بان العجين مازال محتاج البيض فكنضيف الباقي. باش كنعرفوا بان العجين واجد، فهنا ملي كنخرجوا لاسباتول من العجين، الا خرجت لينا ناشفه ما فيهاش العجين راه العجين ديالنا مازال محتاج البيض، الا خرجت بحال هكا وكتبدا تقطع، يعني شاد وكيبدا يتقطع، العجين واجد. وإلا كان مرخي كيبقى هكا كيسيل بحال الخيط، فهنا العجين راه يعني درنا فيه البيض بكثره، وهنا العجين لا داعي باش تخدموا به،
يعني ما يمكنناش نرجعوا للوراء. ملي كنتاكدوا بان العجين ديالنا وجد صافي كناخذ واحد القمع فيه 16 سنتيمتر مسنن دائري وكنوضعوا العجين في كيس بلاستيكي. من فوق ورق الطهي كناخذوا واحد السيركل فيه سبعة حتى لسبعة ونص سنتيمتر دو ديامتر دائريه وكنبقاو نرشمو بالفوتر. كناخذوا العبار اللي غادي ندوزو عليه العجين. كنوضعوا واحد شويه ديال النقط ديال العجين فوق الطاوه وكنقلبوا الجهه اللي فيها الفوتر هي اللي كنديروها لتحت باش ما كيتلصقناش الفوتر في العجين. وهذاك العجينه اللي درنا في الطاوه باش كتلصق لينا الورقه وما تبقاش تشد لينا مع القمع. كنبداو نبسطوا العجين، كنبعدوا شويه واحد 4 مليمتر على الطاوه وكنبداو نبسطوا بهذه الطريقه كنتبعوا الرسم. كندهنوا العجين بالبيض اللي دربناه من قبل وفي نفس الوقت كنبداو نقادوا الشكل مزيان. مجرد ما كنساليو كنرشو هنايا رقائق ديال اللوز كنكثروا شويه وكنوضعوا الطاوه في الفرن اللي سخناه من قبل على 180 درجه. كنخليو لي باغي بغيست كيطهاو من 30 حتى ل 35 درجه على حسب الفرن، يعني حتى كيبداو كيبانوا لينا تحمروا عاد كنخرجوهم. من بعد ما طابوا لينا لي باغي بغيست كما كتشوفوا معايا كيكونوا محمرين من الفوق ومحمرين من التحت، كنخليوهم حتى كيبردوا الوقيته اللي غادي نكملوا فيها الموسلين براليني. كنخرجوا الكريمه من الثلاجه وكنضربوها باش كتطلق من جديد. بالنسبه للزبده حتى هي راه ضربناها ورجعنا القوام ديالها بوماد. هنا غادي نبداو نضيفوا الزبده للبراليني تدريجيا وفي نفس الوقت كنضربوا، يعني كنكملوا في تضرب ولا في التخلاط حتى بلاماريز حتى كنساليو الكميه كلها. ومن بعد هنا كنضيفوا البخاليني بدوره على الكريم باتيسير على زوج او ثلاثة المرات. بالنسبة للكمية ديال البخاليني راه تقدروا تزيدوا او تنقصوا على حسب النوع ديال البخاليني وكذلك على حسب الرغبة، اش بغيتو مجهد واش بغيتوها خفيفة، داك البخاليني تكون خفيفة. مهم كديروا الكمية اللي بغيتو، على الاقل 200 غرام. كنبقاو نضربوا وما كنكتروش حتى كنحصلوا على واحد الكريمه اللي هي لامعه وكتكون رطبه ومتماسكه. كناخذوا قمع بهذا الشكل اللي كنديروا به لي فلور الوريدات، كنوضعوا الكريمه في كيس بلاستيكي، كنقسموا الراس ديال باري بريست، يعني ما كنديروش الوسط، ما كنقطعوش من الوسط، كنزيدوا من فوق شويه على الوسط وكنقطعوا الشابو. فايتلي حضرت في القناة باري بريست عائلية، غادي نخليكم الرابط اللي كان مهتم يدخل يشوف. ومن بعد كنبداو هنايا نبسطو بهذه الطريقة الكريمة، كنبقاو ندورو كنديرو بحركة دائرية وفي نفس الوقت كتعطينا هذا الشكل. للمعلومة هاد باري بريست عندها واحد القصة، كانوا داروا واحد لاكورس من مدينة باريس لمدينة بريست بالدراجة، ومني وصلوا قدموا لهم هاد الحلوة على شكل رويضة دائرية بحال الفيلو، ومن ثم سموها باري بريست على نسبة للمدينتين باري وبريست. كنرجعوا القبعة فوق باري بريست واخيرا غادي نرشوا السكر غلاسي. والى هنا وصلت لنهاية الفيديو، كالعادة كنتمنى انه يعجبكم وما تبخلوش عليا بلايك وبالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. الى اللقاء مع وصفة اخرى ان شاء الله.